بعرف إنه عم تحضر هالستوري ناو. You're sick. You need help. ما عم بحكي هالشي مشاني، عم بحكي مشان so ما عم بحكي هالشي مشاني بس you're not okay. You're not okay. انتي خطيرة على المجتمع بشكل عام. في ناس بتتابعك، عندك ملايين متابعين. زي على حالك، اذا انتي حدا فاشل رح تضلي فاشل بكز ما عم تطلعي كيف فيك تكوني حدا احسن. قابلتك من مبارح او انت مبارح ماتيو بصالون الشعر، حكيتك بكز فكرتك حدا منيح، حكيتك شو ماي بلانز شو عم حاول اعمل. يوم يو دو ذا سيم ثينج، ما كان ببالك. وات از رونج وذ يو guys? So ما حندم اني نشرت هالستوري، وانا كتير مبسوطة انه البنت اللي قصدتها عم تحضرني ناو. حضلك فاشلة اوكي، اذا حضرني على هالحالة you're gonna fail. انت you already failed، خلاص too late. ما في داعي احكي. You know yourself. You already look depressed. استغفر الله. بس بطل يهمني شي صراحة. هاي أنا أوكي، I'm not البنت اللي بتشوفوها مبسوطة كل يوم. يب جايز، أنا مثل مثلكم ما عم بعرف اللي عم بيصير، بس أنا عم بتوقع إنه الكلام علي. ليش؟ لأنه الفول انشال مني، فأنا حرد، بس حرد باحترام لأنه أنا إنسانة. بس نور جايتها على دبي أذت كتير عالم ما بعرف ليه. نور إنه فاتت على دبي، ما صار لي شهرين بدبي، أذت عالم. ليش؟ ما عم بعرف. أنا صار لي أسبوع عم تجيني رسائل نور انتبهي في حدا عم بيحفرك. شو عم بيحفر لي؟ شو عم بيعملي؟ ما عم بعرف. شو عم بيصير؟ ما عم بعرف. بس إنه تطلعي تحكي على اسمي اللي هو أكبر منك وأكبر من راسك ودرامتك كلها، وأنا بعرف قديه في دراما، وأنا إذا حكيت بتعرفوا شو بيصير. بتعرفوا شو بيصير إذا أنا بحكي؟ بس أنا ما بحكي. أنا ما بتدخل، أنا ما حدا يجيب اسمك اللي بحترم بقول ما خصني. جايز أنا عم بحكي هلا وأقسم بالله عم بجرف. وشي كتير تعبان، ما تغركن الفلتر تبعهم، يعني ما تغركن. أول شي حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا تعبان لما ننظلم نقول حسبي الله ونعم الوكيل أولاً. ثانياً العالم ومتابعينا مش أغبية. بحياتك ما تستغبي المتابعين. إنه تطلع تمثلي وحيعرفوا الحقيقة، مصيرهم حيعرفوا الحقيقة. فإنه تستغليني لتغطي الحقيقة أو حقيقتك ما حتستفاد. ثالثاً أنا أكثر حدا حقيقي بالدنيا. لما شفتك قبل يومين أول شيء قلت لك ما جيت سلمت، حتى ضلتني ساكتة بسمع حكي، بيصلني حكي بس ليش ما عم بعرف؟ ماني آكلة من رزقك، ما أزيتك، ما بعمل مقلوبة وتاني يوم أنت تعملي تقلب القدر نفس ستوري نفس الهي. كنت قاعدة بالصالون، اجت قعدت حدي عم تحكي، قلت له ساكتة أنا، تاخد تليفوني بتحط فيه معلوماته، شو عم تعملي لرمضان؟ قعدت لها كل شيء، هيك بدي أعمل، هيك بدي أعمل، هيك بدي أعمل، أو أنا كمان أنت حتعملي هيك؟ أنا حتى قلت لك شو بدي أعمل مع أبو فلة، شو بدي أعمل مع، لأني أنا هيك صريحة ما عندي شيء خبي، ومش سنة واثنين صلي صلي سنين، وبحياتي بهالسنين ما أذيت حدا، ما جرحت حدا، ما تحديت على حدا، بس أنا تطلع أنا اللي أذاني جايز إنه تعديت على اسمي، أنا تعديت على اسمي، أنا ما بأذي حدا، أنا أكثر حدا بحاله وأكثر حدا ناجح. وأقرب الناس رفيقي اللي حرمتيني منه سنين اجا قال لي حقيقتك، قال لي شو كنت تحكي بظهري وقد ايه انت مهووسه فيه وقد ايه انت مهووسه بكل اعلان انا بعمله، بس ما حكيت شيء، ضلتني ساكته. جايز هدول الدموع مش تمثيل، هدول الدموع حقيقيين. هي وشلتها بتعرف مين عم يحكوا بظهري ويصلي الكلام اللي عم يحكوا بظهري، وانا ضلني ساكته، ولما بتلتقى فيه وش لوش بالصالون بتقلي بهيب بهيب حبيبي كيفك بهيب، وانا اصفن وش معقول هي بتحكي عني
عملت، سرقت رزقك، اكلت مالك، اذيتك، خنتك، جرحتك، شو عملت بعرف حدك، شو هالغيره والحقد، شو هالحقد كله، هالحقد كله عشو، شو عملت لك انا، شو عملت لك عش انا وامي واختي لحالي ببعيد عن الدنيا. بتقولي انه انا شكلي مكتئبه، او لما شفتيني كنت مكتئبه، هاد مش لانه شفتيني، هاد لانه انا قلت لك انه انا هون بدبي عم حس باكتئاب، هاد انا لانه قلت لك انه انا راجعه امريكا بعد فتره قليله لانه انا هون مش مرتاحه من كثره كل الدراما اللي حوالي، هاد لانه انا معلومات قعدت وقلت لك اياها كلها، انا اللي عطيت اخباري، انا اللي كنت عم بعطي بعطي بعطي، مش انتي. حتى الافكار فكرتي قلت لك اياها، قلت لي وانا كمان، انا اللي حكيت، الله شاهد، ما حقول اختي كانت هنا لانه هاي اختي حياخد بشهادتها، بس الله موجود، الله اذا بتعرفي، بس بعد كل اللي عملتيه ما بعتقد بتعرفي لله، الله كريم.